الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤثنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله جيت عند الصديق عادل. صراحه وصيتو على واحد البيرشوا، لان داك الكوكاتو ديك الكوبلا اللي كنا خدينا لا عرفتوها فيها مشاكل بزاف وفيها الغوات. علاش ما كيبغيوش القفص؟ يعني الا درتيهم في وسط القفص تيبقاو تيغوتو، هما تيبغيو غير الحريه يبقاو متلوقين. وانا ما عنديش بيرشوا حاليا في الدار، لذلك اتصلت بالاخ عادل قلت له الله يحفظك صايب لي واحد البيرشوا وشرحت ليه الطريقه كيفاش كيدير. ولكن باش كيعجبني الفنان ديالنا هو كنشرح ليه شي حاجه وكنجي كنلقاه صايب حاجه احسن منها. تحياتي ليه. ها هو الاخ عادل، راه خدام دابا تيفيرني فيهم. الله يحفظك اخويا عادل. انا غنقلب لكم دابا التليفون وريكم البيرشوا، وتبعوا معايا دابا نمشي طال الدار ونحطوا داك بابا الكوبلا نتاع بابا الكوكاتو، لان ما بغاتش ليا القفص، بغات تبقى هي حره وعزيز عليهم الالعاب وانا الفنان ديالنا. انا شرحت ليه قلت ليه بغيت بيرشوا على علامات زائد، وشرحت ليه شي مسائل. صدق هو صايب شي حاجه احسن كاع من كي قلت ليه. تحيه ليه، وراه هو اللي غادي يصايب لينا البيرشوا الكبير اللي غيكون في المحميه وشحال من حاجه، راه هو اللي غادي يصايبهم لنا. تحياتي الاخوان، انا قلب لكم التليفون تشوفوا البيرشوا، واللي خاصه شي حاجه دوزوا القناه عنده نمره التليفون، راه اي حاجه من هذا الشيء هذا بغيتي يصايبها لك الاخ عادل الفنان تبارك الله عليه، كتقول ليه شي حاجه كيصايب لك احسن منها. هانتوما الاخوان، اول حاجه العش ديالنا راه هو راه تيوجد، غير دابا ما خليتليهش الوقت فين يبداه، باقي ما سالاش ليه البيرشوا حيت قلت ليه مستعجل بغيتو دروكا الببغاء. ها والله ما بارك بالروايد ديالو، يعني كتحركو بالروايد. شفتو كي داير الشكل ديالو الاخوان؟ راه ديك الطاسه فين هي؟ هنا كدير ليه التيسير، هنا كدير ليه الميلونج. هادي الطاسه نتاعت الماء، هادي ديال الماء. شفتها الاخوان؟ كتجي هنا كتعمر ليها الماء مفيكسيه مزيان صحيحه، هنا كدير الديسير ولا اي حاجه بغيتي، هنا كدير لهم الميلونج. وهو دابا الاخ عادي كيفيرنيها باش تعطي المنظر ديالها مزيان، داك العود كيدفيرنا باش يولي المنظر نتاعو زوين. وصايبنا ليها الطريقه هادي باش اش الاخوان، باش ما باقيش يهبط لتحت. هنا ما درناش ليه السلوم، الحد ديال ببغاء هو تما تيهبط في السلوم، وحدو هنا ما غاديش يولي تيهبط لينا للطابيه، وهنا غادي نعمرو بالرمله صافي. ونحط الببغاء الكوكاتو راه عندهم فين يوقفوا تما. طاسه الماكله راه انتما كبيره بزاف تعمر مزيان، وديالت الماء ها هي. وهنا غتحط لهم التفاح ولا اي حاجه بغيتي. وراه باقي الاخ عادي راه كيحط لكم حلقات، راه باقي كيصايب المسارح. العش ديالنا ها هو العود ديالو، يعني سالي ليه، وراه غادي يبدا يقاد فيه ان شاء الله بحول الله. هاد الالعاب هادو راه الفكره ديال الاخ عادل. هانتوما الاخوان صحاح وزينين، شوفوا كي دايرين بداك العود الغليظ، هانتوما اللعبه كي دايره وبداك السلك الغليظ، يعني ما غاديش تفرتت دغيا، وفكره ناجحه. وهاد الصباغه باش مصبوغه هنا راه غير الكولورون تاع الحلوه، يعني غير داك الكولورون تاع الحلوه هو باش صابغ هاد الشيء هذا. وراه باقي غادي نزيدو شي العاب، راه دار ليا شي عوينات هنا وداك الشيء غنعلقو فيهم شي العاب بحال هكا، لان الكوكاتو كيعجبو يبدا يشتت في الالعاب، غادي نديرو ليه شي حاجه بحال هكا. يلا الاخوان باش ما نطولش عليكم، تحيه الاخ عادل الفنان ديالنا تبارك الله عليك اخويا عادل. الله يحفظك، شكرا بزاف. تستاهل احسن من هذا البيرشوار هذا ان شاء الله. ان شاء الله نصايبو احسن منه، هذا نتيوين ليه بهذه السيمانه. جيتينا في هذه الوقيته هذه مزروبين، راه ما درت ليهش حلقه، باقي ان شاء الله بيرشوارات اخرين، راه وموديلات اخرين، وباقي المسارح وباقي بزاف غادي نصايبوهم. تحياتي. شي حاجه مرحبا الاخوان. هادشي اللي كاين في الباب بغاوات، شي بيروش الاخوان راه تيخصو بحال هادشي. هادشي اللي كاين. اصغر باب بغا راه ما يكرهش تكون عنده بحال هادي ديالك. يعني تحياتي الاخوان، انتم فهمتوا. والموديلات انا اللي صايبت في المحميه ملي غنصايبهم غنبدا نصور لكم هذاك الشيء. دابا اول ما نوصلها للدار ونحط فيها الببغاوات غنوريها لكم الاخوان. انا الاخوان اللهم بارك، وصلت للدار البيرشوا هو كيجا ما شاء الله مزيان، لارا والكوكاتو ها هما.